احنا زي ما قلنا ان الامر بيصرف مع ثلاث ضمائر اللي هما التي والنو والفو. نكمل مع بعض ونشوف بعض الامثله برضو عشان تبين لنا الكلام ده كله. طيب كمان قلنا الامر مع الافعال ذو الضمائر. الامر مع الافعال ذو ضمائر قلنا برضو من شويه ان اي فعل ذو ضمائر بيبدا بس او اس ابوستروف. طب الامر بيصرف مع كام ضمير؟ ثلاثه اللي هما التي والنو والفو. طب امر لو هو مع التي السو تصرف مع التي بتبقى تي، مع النو بتبقى نو، مع الفو بتبقى فو. يبقى تاني الامر مع الافعال ذات الضمير اللي هي بتبدا بسو او اس بالصرف تصرف السو على حسب الفاعل، مع التي بتبقى تي، مع النو بتبقى نو، مع الفو بتبقى فو. قلنا قبل كده ان اي فعل ذو ضميرين صرف السو على حسب الفاعل في جميع الازمنه، مضارع، مستقبل، ماضي، امر، وهكذا. طيب عندنا بقى في الامر مع الافعال ذو ضميرين حالتين، يا ترى هو امر مثبت ولا امر منفي؟ يا ترى هو امر مثبت ولا امر منفي؟ يا ترى الجمله هنا عندي جمله مثبته ولا جمله منفيه؟ لو كانت جمله مثبته هنكتب الفعل شرط الضمير. لو كان تاني امر مثبت هكتب الفعل شرط الضمير. لو كان امر منفي هكتب ن الضمير الفعل وبا. هكتب تاني ن ضمير فعل وبا. يبقى لو امر مثبت فعل ضمير، ها الامر المنفي ن ضمير فعل وبا. لو كان امر مفرد هيبقى الفعل وتحول الت الى توا، يبقى زي كلمه ليف توا، كش توا، وهكذا. لو كان جمع هيبقى الفعل وفو. لو كان اقتراح الفعل ونو. ده لو كان مثبت، امر مثبت. تاني لو كان امر مثبت يبقى الفعل والضمير الفعل لطوا، الفعل ونو، الفعل وفو. طب لو كان امر منفي زي ما قلنا من شويه هيبقى نو والضمير مع المفرد تو والفعل وبا، او نو فو الفعل وبا، او نو نو الفعل وبا. لاحظنا ان الضمير في حالة الاثبات بيجي بعد الفعل، وفي حالة النفي بيفضل مكانه زي ما هو بوضع الطبيعي. بس ما انساش ان ما في الامر المثبت تحول الت الى توا، تحول الت الى توا. ما تنساش دي دايما، تبقى الت مكانها قبل الفعل، توا مكانها بعد الفعل، الت مكانها قبل الفعل، توا مكانها بعد الفعل. نشوف كده مثال لما اجي اقول لك كده منى ليف تي ليف تي ليف توا. منى اصحي، ليف تي او ليف توا او ليف تي. طبعا هنا منى امر ايه؟ مفرد، يبقى اخد الفعل الاخر او اس او فا. عندي دي صح وعندي دي صح. طبعا الاخيره اس ده غلط لان احنا كنا بنحذف الاس مع افعال مجموعه اولى، تمام. طيب هاخد التي بعد الفعل ولا توا اللي بعد الفعل؟ هي اول حاجه امر مثبت ولا منفي؟ امر مثبت، يبقى انا هاخد اللي فيها توا. وانا قلت قبل كده ان توا مكانها بعد الفعل، واستحاله ان التي تيجي بعد الفعل لان التي مكانها قبل الفعل. خلاص تاني ميزامي اصدقائي نو تي فو تي كوشي طار، ما تناموش متأخرين. هتبقى فو لأن عندي هنا الأمر ده جمع، يبقى آخد معاه فو. طب هنا الفو، هنا الفو بتيجي قبل كوشي، قبل كوشي، قبل الفعل ايه؟ قبل كوشي. يبقى فو يبقى ني والضمير والفعل وبا، يبقى نو فو كوشي با، ما تناموش متأخرين. بعد كده عندي شواذ الأمر. شواذ الأمر عندي ثلاث أفعال: اتر، افوار، سافوار. تاني اتر، افوار، سافوار. اتر بمعنى يكون، افوار بمعنى
يملك، صفار بمعنى يعرف، اتر بمعنى يكون، افار بمعنى يملك، صفار بمعنى يعرف. اتر مع المفرد بيبقى سوا، مع الاقتراح بيبقى سوايون، مع الجمع بيبقى سوايي، يبقى سوا سوايون سوايي. افوار اي اي ايون اي اي ايون اي. سافوار بيبقى ساش ساشون ساشي. تاني يبقى انا عندي ثلاث افعال مختلفين في صيغه الامر، مش لازم بقى اعمل زي ما عملت في الاول خالص واصرفه في المضارع مع الضمير تي او نو او فو، هما بيتحفظوا زي ما هما كده. اتر بيبقى سوا سوايون سوايي، افوار اي ايون اي، سافوار ساش ساشو ساشي. لو انا جبت لك كده جمله في الامتحان ولازم افهم منهم، لما اجي اقول كده احمد في ولا في اتنسيون، نفس الجملة احمد في ولا في اتنسيون، لازم اكون طالب ذكي وافرق ما بين الجملتين. الجملة الاولى زمن والجملة التانية زمن تاني خالص، والفرق ما بينهم الفيرجيل اللي اتعملت دهيت او الكومة دهيت. الاولى زمانها ممكن يكون مضارع مستقبل ماضي على حسب اي حاجه، لان احمد ده فاعل بالنسبه لي، فاحمد يعمل انتباه على بعضها في التنصيو يعني ينتبه، يبقى احمد في التنصيو انتبه، في التنصيو انتبه. لكن هنا احمد بامره، يبقى في التنصيو هنا احمد ينتبه، هنا احمد انتبه، يبقى في فرق ما بين الجملتين. الجمله الاولى عملناها على اساس ان هي بيرزم المضارع، الجملة الثانية عملناها على اساس امر الزامي عشان هنا في كوما او علامة تعجب. تاني دينا خلاص اكري ولا اكري لا ليسون، دينا اكري ولا اكري لا ليسون. نفس النظام برضو قلنا لازم احدد فين الامر وفين المضارع. عندي اللي فيها كوما اهيت او فيرجيل اهيت، يبقى ده امر مفرد ولا جمع؟ ها مفرد، يبقى اخد الفعل اخر ايه او اس، يبقى اخد اكري التانية، يبقى هنا دينا اكتب الدرس. اما الجملة التانية دينا تكتب الدرس، ليه تكتب؟ مش معنى قلت فوق اكتبي او اكتب وتحت قلنا تكتب، لان صيغة التانية مضارع، دينا بتكتب ده الفاعل، لكن هنا كان بالنسبة لي منادى، يبقى هاخد دينا تكتب الدرس. طب لو انا لقيت في الجملة سيل تو بلاي وسيل فو بلاي، ممكن في الامتحان اي حد بيحط امتحان يلعب على الكلمتين دولت من غير ما يعرفك هو امر مفرد ولا جمع. سيل تو بلاي من فضلك لو سمحت، نفس النظام من فضلك، بس الاولى للاصدقاء اللي في ما بينكم بينهم قرابه او في صحوبيه ما بينهم، اما الثانيه للاحترام، يبقى دي هتعامل معامله المفرد وده هتعامل معامله الجمع او الاحترام. يبقى ثاني نقول الامر كله كده، الامر بيصرف مع ضمير تي ونو وفو، لو كان مفرد هاخد الفعل الاخر اي او اس او فا، لو كان جمع هاخد الفعل الاخر اي زد او اي او اي اس مع فعل في وفعل دير، لو كان اقتراح هاخد الفعل اللي اخره هو الناس. وبكده يبقى احنا خلصنا زمن او صيغه الامر، نستكمل مع بعض في حلقات قادمه باقي قواعد الثانويه العامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.